رايحة ناكل الخساس مع الحميس، انا جوعت قوي. بروتا 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 سارة روجي مش كحلوشة. سمعت يا ماما ولا لقيت تاني؟ حلبسة شاي على مية بيضة عشان انا عامل دايت. يا هلا يا هلا، سليم سليم هنا، والنهاردة معايا ضيفة هي مختلفة جدا، وهي سارة شروق بن علي. قلت الاسم صح؟ اه صحيح كده. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. So good. يعني انا في مصر احتاج اكتر من كده. ايه يا الله ده حلو جدا. هنبدا النهارده اول حلقه لينا في تحدي اللهجات، وهنجرب مع بعض تحدي اللهجه الجزائريه الجميله. طبعا انتوا باين من كلام ساره هتقول لي كلمات جزائريه صعبه شويه، هحاول ان انا افهم الكلمات دي، هتقولها لي من خلال جمل، وانا هحاول ان انا افهم الكلمات دي هي تقصد بيها ايه. انا جاهز جدا. جاهزه يا استاذه ساره؟ قوي. يا ربنا يستر. يلا بينا. مين يا رب؟ سكسيك. نسقسيك. 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 طب جملة؟ نحب نسقسيك هذه الحاجة، وعلاش دايرة هكاك؟ نحب نسقسيك هذه الحاجة، يبقى نحب نهديك الحاجة دي؟ لا مش نهديك خالص. نحب نسألك؟ ايوه. نحب نسألك عن الحاجة دي. تاني كلمة. أعطيني قرعانة. أعطيني قرعانة. كرعامة. أعطيني كرعامة. أعطيني كرعامة. هي حاجة بتتشرب؟ ممكن تكون كوباية؟ لا قلبت شوية. طب هو مشروب ولا هو شيء يعني هو إيه؟ هي أصلا فيها الكلمة باين قوي كرعامة. شوية. أعطيني القرعة تاع الماء اللي راهي غادي. صعبة قوي شكلي. قرعة تاع الماء. أعطيني شوية مية؟ القرعة. القرعة الإزازة. ايوه بالظبط كده. يس. طنابيل. طنابيل. جملة. طيب طنابيل اللي جيت فيها دلوقتي ما كانتش حلوة قوي. طنابيل جمع طنبيل اللي هو عربية. بالظبط. الله عليك يا سليم سليم. كنت هقول مثلا مازال. مازال. مازال ستيل لسه. اكزاكتلي. لسه. لا شكلك بتتغشش مع حد حاطط حاجه في ودنك. انا اصلا ما زلت متهيألي سمعتها في اغنيه، سمعتها في كلمه اعتقد يا جماعه يعني سمعناها في حاجه قبل كده. فهي يعني معروفه شويه. هي اغنيه معروفه جامد قوي. هي مازال عشقك في البال يعني معروفه قوي. علاش؟ علاج؟ علاج دواء. علاش بالشين؟ علاش؟ طب ما تقولي لي جمله سهله. هو علاش؟ علاش علاش عندك تليفون ايفون ما عندكش تليفون سامسونج؟ ايه علاش يعني ليه؟ ليه معاك تليفون ايفون؟ ايوه بالظبط. عشان انا بحب الايفون. حسيت بسهل قوي الكلمات. انا حي صعبيها عليا شويه، خليها اصعب شويه. خصني فرشيطه. خصني فرشيطه. انا عارف فرشيطه الفرشه، فرشه الشعر. لا ابدا ابدا. واحنا بناكل يبقى شوكه. خصنا نحلوا الطاقة. خصنا نحلوا الطاقة؟ اه. مش حر قوي جدا هنا. خصنا نحلوا طاقة. الكلمة اسمها ايه نفسها الكلمة؟ طاقة. طاقة مروحة؟ لا مش مروحة. نطلع بره نشم هوا؟ لا. خصنا نحلوا الطاقة. ما خدتش سخانة هنايا. بتقولي ايه؟ في كل بيت عندنا طاقة يعني. طاقة. عندنا باب وطاقة كده. باب وطاقة شباك. ايوه بالظبط كده. سالتي عليا قوي. لا لا سالتي عليا قوي. لا انت شكلك دكي شويه في المغربي. عاوزه ناكل طماطيش. طماطم. طماطش. طماطم. قوطه. بنقولها قوطه. لا اختاري لي حاجات صعبه شويه صراحه. والله دي صعبه. بقيت جامد قوي في المغرب. ايه حاجات صعبه شويه. بالك اني رايحه لدهب. اول كلمه؟ بالك. بالك؟ ايه رايك نروح لدهب؟ لا خالص. طب ما تقولها لي يعني تقولي لي كلمه قبل كلمه بالك دي عشان اعرف كده ايه. على فكره بالك يعني على فكره ممكن. على فكره يعني ممكن. اوكي يعني ممكن يعني إيه؟ على فكره. لا بالك يعني ممكن يعني perhaps يعني اروح دهب. ممكن اروح دهب. بالك تروح دهب؟ لا هي I'm not sure. لا يعني دي نقطه ما تحسبش ليا، تحسب لي لان لا يعني ممكن. اخيرا اخيرا. بليغه. بليغه.
جملة نشرب ليغة نروح بيها للحمام زي هعمل تليفون في الحمام لا نشري بليغة نروح بيها الحمام طب الحمام اللي هو الحمام اللي هو الباتروم اكزاكتلي نشري بليغة نروح بيها الحمام بليغة فرشة الاستحمام لا مش فرشة خالص يعني بليغة دي بتستعمل مش بس في الحمام يعني نستعملها دايما نلبسها دايما مثلا دلوقتي حسيت نفسي جزائرية الحمد لله حسيت ان انا عندي حاجة مختلفة ايوه في بليغة بلاستيك في نوع تاني يعني فرشة شعر لا لما ننزل البحر ننزل لابسين بليغة مش لابسين شوز يس الشوز او الجزمه اللي هي بتاعه الميه اللي هي بتتلبس في الرجل مثلا لما بتنزل في مكان زي دهب كله صخور وحاجات مائيه لا دي زبزب زبزب يا خراب يعني عشان هي بتعمل صوت ولا ما بتعملش صوت وانت تلبسيها بتاعه كده تتمشى انت بالميه كده وهي بتعمل اسمها زبزب من كده بنسميها كده المفروض نطقها صح والله مش عارفه ممكن ننزل بيها اول الشارع لما حد يقول لك احنا الخروجه مش هننزل من العربيه احنا هنقعد بس من العربيه يبقى الشبشب ايوه بالظبط كده الشبشب ليه هي الشبشب ممكن في الغرب بنقول كلمه ثانيه اللي هي تشانجلا تشانجلا اللي هو الدخل الفرنسي هي المفروض كلمه هي المفروض كلمه اسبانيه وصل اوكي روجي كلمه روجي انا كحلوشه انا كحلوشه انا سمراء ايوه طفل روجي طفل ابيض البشره روجي رايح على لون احمر كده اللي هو ابيض احمرار ايوه بالظبط كده حمراء وبياض بزياده قوي ايوه بالظبط كده اوكي بس انت مش كحلوشه انت روجي يا طن ساره روجي مش كحلوشه سمعت يا ماما ولا نايت تاني رايحه ناكل الخساس مع الحميص انا جعت قوي نروح شويه هكا نعجن شويه الخساس نشوي فراخ الخساس يعني فراخ حاجه بتتشوي لا خالص نعجن شويه الخساس نعجنها يبقى حاجه بتتعجن يبقى من المخبوزات يبقى عيش عيش تمام قوي كده حلو قوي شويه حميص شويه حميص دي حاجه ممكن تتاكل كده مع الخبز حميص تتاكل مع العيش دي حاجه من الخضار كده ممكن تكون سبايسي قوي فلفل مع طماطم بنشويهم كده ونقطعهم او ممكن نضربهم في الخلاط اوكي وناكل بيهم كده هي زي الصلصه اوكي فحلوه قوي دي خلاص يلا ندخل بقى على الكلمات المصريه هنقول لساره كلمات مصريه مش عارف ساره هتعرفها ولا لا هيقولوا لي مصريه قوي خايفه تبهدل هنشوف خلينا نشوف ساره هتبقى عامله ازاي بالكلمات المصريه الصعبه اول كلمه هي سنجفه احنا النهارده عاوزين نسنجف ساره ونبسطها في مصر نروقها نروقها او نقول نسنجف الزبون يعني نروق الزبون مش نعمل له دماغ لا 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 نروقه يعني نبسطه نروقه نخليه مبسوط نعيش كده صح برافو عليك تاني كلمه حلبسه هي عارفاها بس مش عارفه معناها حلبسه يعني على الماشي مش عارفه ده في السياق ايه بس تعالى نشرب حلبسه ونحط عليها سمسم حلبسه مع سمسم هي السحلب اللي بتشربوه في الشتاء برافو عليكي برافو عليكي زحلب الاونطه اونطه يعني شغل اونطه يعني شغل كده يعني ملعوب فيه مش حقيقي يعني ايوه فيه انفاق شويه بالظبط أصبحت أنا عايز أشرب شاي على مية بيضاء على مية نظيفة؟ لا شاي على مية بيضاء عشان أنا عامل دايت هو لبن؟ لا مش على سكر مفيش سكر خالص شاي من غير سكر ولا شاي على مية بيضاء؟ على مية بيضاء طب أنا عايز أشرب قهوة سرياقوسي سرياقوسي؟ اللي هي سادة؟ عكسها حلوة قوي؟ يس سكر زياده سكر يعني سكر زياده قوي عمري ما سمعت ليها بعرف يعني ساده او من غير سكر مقنتخ كده شايف نفسه لا النهارده عايز في البيت مقنتخ ومش هنزل يعني كده تعبان في نفسك يعني شويه يعني هي اكتر قريبه لاني مريح بس هديك النقطه يعني صح هو الشخص ده ماله جليات علينا ليه كده شايف نفسه علينا بالظبط الرطبه بروتا انت ليه قاعد بروتا كده ما تقوم قاعد من غير ما تعمل اي حاجه بالظبط يعني قريبه شويه من ما انتخ بس بروتا يعني انت قاعد ما بتعملش اي حاجه ومفيش حاجه بتعملها مفيده فهي معنى كلمه بروتا انا كده خلصت
وبصراحه برافو عليكي لانه يعني تقريبا قلتي كل الكلام. طلعت مصريه خلاص، هتاخدي الجنسيه، هتاخدي الجنسيه وكل حاجه. تمام كده. انا بجد برافو عليكي جدا جدا، مبسوط جدا ان احنا عملنا ده النهارده معاكي ساره. وقولوا لنا بقى رايكم في لهجه ساره الجزائريه المختلفه العظيمه وذكائها في اللغه المصريه، قولوا لنا رايكم في الكومنتس. ولو عندكم، لو انتوا جزائريين وعندكم كلمه مختلفه عايزين تقولوها لي احاول ان انا اقولها، قولوا لي في الكومنتس. ولو انت مصري او انت مصريه وعايزين تقولوا لساره اي كلمه مختلفه هي ما تعرفهاش، تعالوا نقولها في الكومنتس ونشوف هي هترد عليها ازاي. وما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب، وهسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بروفايل بتاع ساره، لان هي بتعمل محتوى مرعب جدا، فلازم تعملوا لها فولو وتتابعوا سفرياتها العظيمه. وشجعونا عشان نكمل وعشان نكبر العيله دي. واشوفكم الفيديو الجاي في تحدي لهجه جديد، ولو الموضوع فعلا عجبكم شجعونا عشان نكمل. سلام.